إنجيل متى الإصحاح الخامس، العظة على الجبل. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه فعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السموات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد شيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات.